يعني انا هبتدي من الاخر، النهارده في مزيد من المساعدات قدرت انها تدخل رفح، مظبوط؟ النهارده برضو احنا في تجهيز مجموعه نقدر نقول ثالثه من المساعدات، وان شاء الله يعني يتم دخولها بالشكل السليم ان شاء الله. المساعدات اللي دخلت لحد دلوقتي نقدر نقول يعني بتحل نسبه قد ايه من الازمه؟ لا، الاحتياجات كثيرة جدا جدا، يعني عندنا أكثر طبقا للتواصل مع الطرف الهلال الأحمر الفلسطيني والطرف الآخر الأونروا اللي هي المعنية بشؤون الإغاثة، لا عندنا أكثر من 1,000,000 في حالة للاحتياج. حجم المساعدات اللي دخل ضعيف جدا لا يكفي. بالنسبة للوقود، بص يا فندم، الوقود ليه ترتيبات بشكل مختلف. نحن معنيين حاليا بالمساعدات الإنسانية والمساعدات الإغاثية. الأولوية إيه حالياً؟ اللي بيوصل لكم هم محتاجين إيه أكتر حاجة دلوقتي؟ المستهلكات والمستلزمات الطبية الخاصة بنقدر نقول الحوادث والحروب والحاجات اللي هي بتنتج نتيجة للضرب،